بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين. رحب بجميع السيدات والسادة على حضورهم هذا الاجتماع المهم، وتشكيل هذه اللجنة جاء نتيجة تجربة الشهرين الماضيين والتقدم الحاصل، ولكن كذلك تجاوز بعض العقبات والصعوبات في طريق الإجراءات. لجنة الأمر 55 قامت بعمل كبير جبار، الكل يعترف به، وأعتقد العراق اتخذ قرارات مبكرة جداً يشار إليها اليوم بعديد من المواقع المتخصصة بما في ذلك منظمة الصحة الدولية، على أن قلة الإصابات في العراق وهو بلد مجاور إلى إيران حيث انتشر الوباء، أن التمكن من السيطرة على المرض بهذا الشكل وعدم انفلات الأمور وتدهورها والنجاح في إبقاء المعدلات جيدة، دائماً كل معدلاتنا تقريباً هي أفضل من متوسط المعدلات العالمية. تعرفون هناك نشرات تضع متوسط معدلات العراق في معظم المؤشرات، أغلبها إذا مو كلها هو في وضع لا بأس به جيد. لا نقول أن كل شيء تام وكامل ونهائي ومثالي، لكن تدركون أمم كبيرة، أمم ذات قدرات هائلة انهارت أمام هذا الوباء وحصلت بها أمور لم يكن إطلاقاً أي إنسان يتوقعها، صاحبة قدرات وإمكانيات طبية وتنظيمية لوجستيكية علمية مالية. مع ذلك نحن نفتخر بهذا العمل. حقيقة نقدم شكر جزيل إلى الكوادر الطبية، قدم شكر جزيل باسم الشعب، يعني حقيقة هم في الصف الأول تماماً كما كان خطوط الصد لداعش مقاتلين من كافة الصنوف، أيضاً اليوم كوادرنا الطبية هم في الصف الأول وهم يخاطرون بحياتهم يخاطرون، وإن شاء الله الشعب ما ينسى هذه التضحيات. وأيضاً الضحايا اللي الآن هذا الوباء الخبيث يأخذ بأرواحهم، احنا حقيقة نتمنى للمصابين في المستشفيات الشفاء العاجل والرحمة، وإن شاء الله الجنة مثوى كل ضحايانا في العراق بسبب هذا الوباء. أطلب منكم أن نقرأ سورة الفاتحة إلى أرواح ضحايا هذا الوباء. الفاتحة. هذه اللجنة في الحقيقة تريد أن تمسك المسائل وتصبح ملمة بالقضايا من كافة جوانبها. القضية الصحية متروكة إلى الأمر 55، كل التفاصيل الصحية بكل أبعادها بكل تخصصاتها هي من اختصاص لجنة الأمر 55، وهي لجنة مختصة من أخصائيين من كافة الاتجاه، يعني من كافة الاختصاصات، وهذه اللجنة تساعد تشرف وتساعد على عمل هذه اللجنة وكذلك اللجان الفرعية الأخرى. تعرفون احنا عندنا في المحافظات لجان، عندنا لجان أخرى، هذه اللجنة تضع كامل اللوجستيكيات، نحتاج حظر تجول، نحتاج حركة قوات، نحتاج حركة طائرات، نحتاج فيما يخص المسألة المالية، المسألة الاقتصادية، دعم العوائل إلى آخره. هذا من اختصاص هذه اللجنة بكافة ما يمثلوه الإخوة والأخوات من مؤسسات. إذا احتاجين استضافة أو إضافة، إن كانت استضافة أو إضافة فنقوم بذلك، وسنعقد اجتماعات بشكل متقارب. إذا عقدنا اليوم اجتماع قد نعقد اجتماع بعد يومين مثلاً أو ثلاثة أيام حتى نتابع قراراتنا ونشوف جدواها. الحاضرين هنا أصحاب
يعني يترأسون مؤسسات مهمة في الدولة. وهذه اللجنة بتخويل من مجلس الوزراء في اجتماع الأخير تم الإعلان عنه. احنا ما نقدر نعلن اليوم ان انتصرنا على الوباء وحققنا الإنجاز بشكل كامل، لا نزال نختبر، خصوصا بعد الزيارة، زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام، بعدنا نختبر إذا كان هناك بؤر، الاتجاهات الموجودة حسب ما نسمعها من الإخصائيين خصوصا في وزارة الصحة أن الوضع مسيطر عليه. ثم بعد كلمتي رح نسمع تقرير أيضا من السيد وزير الصحة في هذا الموضوع. ما أحب أن أشير إلى أن التعبئة العامة في البلاد في العراق حقيقة شيء يفتخر به، الجميع تصدى والجميع يقوم بمسؤولياته على أحسن وجه. نعم هناك قلة لا تزال تشكك، لا تزال تضع علامات استفهام أو تضارب في المجهول، وهي شفناها في كل المراحل، ليست أول تجربة عندما نمر بأزمة ونمر بتحدي، هناك مشككين دائما، لكن دائما كنا نتجاوز التحديات والأزمات وننتصر عليها. عندما ننتصر ها المشككون لا يقولون كنا على خطأ، بالعكس لأن منهاجهم هو التشكيك، ونتوقع دائما ستبقى مثل هذه الأقلية تلعب دور، لكن الأغلبية الساحقة كل من موقعه يقوم بعمل كبير ومشرف، وسواء كان المواطن الفرد التزامات بمنع التجول مثلا التزامات عالية المستوى، واحنا شفنا في دول أخرى هاي تمثل مشكلة كبيرة، احنا مشينا بيها بشكل جيد. لا يؤخذ بعض الخروقات كأنما هو فشل أو كأنما هذا أمر غير طبيعي، في كل مكان هناك نوع من الخروقات، الخروقات عندنا نعالجها، لكن الالتزام هو عظيم. فأولا شكرا للمواطن العراقي، شكرا للعائلة العراقية التي تقف في هذه الأزمة وقفة مشرفة جدا، شكرا للأمهات وشكرا للآباء وللأبناء اللي يتفهمون هذه الظروف بشكل جيد ويلتزمون وبدأوا يأخذون دروسهم في بيوتهم. البيوت اللي ما عندها اتصالات في النت ما تصلها دروس في النت، احنا تصلنا كثير من الاتصالات ان الآباء يقومون بتدريس أولادهم حتى لا تفوت عليهم السنة أو لا يكون الجهل هو المخرج من هذه الأزمة، وإنما نواصل الحياة بأريحية. وحتى التزود والتبضع وغيره يجري بشكل انسيابي جيد، لم يحصل لدينا ما حصل في دول عظيمة في دول كبيرة من هجوم على محلات تجارية حتى من نهب وسلب. وبالتالي حقيقة شكرا للمواطن، شكرا للعائلة، شكرا للأمهات، وشكرا أيضا للآباء، شكرا لكل الأجهزة والمؤسسات في المحافظات في الإقليم هنا في العاصمة بغداد، شكرا للدول الصديقة اللي أمدتنا بالكثير من وسائل الدعم وإحنا ممتنين. وتلاحظون إحنا دا نبني مؤسستنا من خلال الأزمة. الآن بعض الدول ظروفها أسوأ مما كانت عليه في بداية الأزمة، إحنا ظروفنا أفضل من حيث اللوجستيكيات عندما بدأنا، وسائل الفحص أفضل مما كنا عليه، المستشفيات تهيئ بشكل جيد. لا أقول مثالي، لا حد يفهمني غلط، لا أقول مثالي، هناك كثير من النواقص المطلوب معالجتها، لكن ما يحصل في العراق هو خط تصاعدي جيد إيجابي يجب أن نفتخر به جميعا. شكرا للمرجعية على مواقفها وفتاويها في نصح الناس، وبالأمس مثلا كان هناك فتاوى فيما يخص الدفن، وهذا أمر ساعد كثيرا لأن كان عندنا مشكلة في هذا الموضوع وتم توضيحها بشكل جيد. شكرا للمساجد والحسينيات أيضا، أنا أسمع اليوم الأذان من المساجد يدعون يقول الصلاة في البيت، هذا كله يعبر عن تعبئة عظيمة حقيقة علينا أن نفتخر بها، علينا أن نشوفها من أهم المكاسب اللي تحققت أو تتحقق في هذا المجال. هناك مبادرات كثيرة سياسية اجتماعية، نجد تحول كبير في الإعلام الذي يغطي بشكل إيجابي هذه القضايا ويخصص جزء مهم من ساعات
البث للتوعية للترشيد لإذاعة البيانات، وأيضا منظمات المجتمع المدني، قواتنا المسلحة الآن أيضا سواء شرطة سواء جيش سواء حشد سواء بيشمركة، كلهم نازلين إلى الميدان يقومون بواجباتهم على أتم وجه وبشكل سليم جدا. وكذلك رجال الأعمال، كذلك التجار، تأتي تبرعات من كافة حقيقة، من عدد كبير من أصحاب المصالح ورجال الأعمال والتجار، وهذا عمل جدا مهم. لغة التهكم، لغة التشكيك تراجعت إلى حد كبير. هناك مبادرات فردية أنتم كلكم تشوفوها، من كليبات تصدر ابقى في بيتك لا تغادر إلى آخر، مبادرات فردية، كثير من الشباب يقومون بأشياء جيدة جدا، وهذا يجب أن يتواصل. هكذا ننتصر، بهذه الروحية انتصرنا على داعش عندما كان هناك تحدي أمني، الكل وقف كل واحد من زاويته. اليوم أيضا ننتصر بهذه الروحية وبهذه التعبئة. جاليتنا في الخارج، جاليتنا في الخارج تنادينا، عدد كبير منهم يريدون العودة إلى العراق، يريدون العودة إلى العراق، لأن يقولون الآن المؤشرات في العراق جيدة، إحنا يهمنا أن نعود إلى العراق نلقى رعاية قد تكون أكثر. وأنا أتكلم جاليتنا في دول جدا متقدمة. مع ذلك الآن وزارة الخارجية فتحت موقع يتصل به من قبل الجالية العراقية لمن يريد العودة حتى يسر له. وزارة النقل أيضا وضعت خطة في كيفية نقل العراقيين رغم أن الظروف صعبة وليست بسيطة. هذه الأمور كلها إحنا نراها رغم صعوبة الأوضاع المادية، أسعار النفط انهارت، مع ذلك معنوياتنا عالية. وإن شاء الله جزء من أبحاث هذه اللجنة هي البحث عن الموارد وتقنين الموارد، ولا حد يخوف الناس أن العراق سيفلس أو أن العراق لن يتمكن من مواجهة مثل هذه الأزمة. مرينا بظروف أصعب بكثير من هذه الظروف وتجاوزناها، بالعكس كانت مناسبة أن نعبئ مواردنا وأن نصحح الكثير من المسارات. هذه فترة عندما التعبئة تكون بهذا المستوى والوعي يكون بهذا المستوى نستطيع أن ننجز ما لا نستطيع إنجازه في الأيام الاعتيادية. وهناك أمور كثيرة إن شاء الله بعد هذه الكلمة والاستماع إلى تقرير موجز من السيد وزير الصحة ندخل في التفاصيل. لدينا أمور كثيرة نتخذ فيها قرارات إن شاء الله اليوم أو في الأيام القادمة تباعا، ندرسها دراسة جيدة حتى لا نرتكب فيها أخطاء ونتراجع كما فعلت بعض الدول، اتخذت قرارات سريعة ثم تراجعت وراء يوم يومين. احنا نريد تأتي قراراتنا بشكل صحيح. عندنا قرارات تتعلق بإصدار عفو عن بعض السجناء شرط أن لا يشمل جرائم الإرهاب أو الاغتصاب أو الفساد، هذا جدا مهم فيما يتعلق بالسجناء. لدينا قرارات كيف ندعم العائلة العراقية، هناك عوائل عراقية يجب أن تدعم، كيف نوفر لها الموارد، كيف نجمع هذه الأمور، الرواتب والتقاعد وكل المداخيل اللي ترد إلى العائلة سواء في القطاع العام والخاص، كيف ندعمها ونجعل دخل العائلة مأمون فلا حد يخاف من هذه المسائل. ومرينا بأزمات كما ذكرت واستطعنا من تجاوزها. الاستمرار في العلاجات الصحية كالتعفير والتنظيف وكل هذه الأمور واتجاهات مختلفة، استحداث مراكز للفحص في المطارات والمنافذ والحجر وإلى آخره، وتخصيص بنايات وفنادق، هذه أمور مطروحة الآن في جدول أعمالنا. احنا راح نتكلم عنها، البطاقة التموينية وكيف نوفرها وكيف نستمر في دعم العائلة رغم هذه الظروف، وكذلك التخفيف عن كاهل المواطنين في عدد كبير من المسائل، يعني اليوم توقف الدوام وهذا يسبب ضرر إلى العوائل كما يسبب ضرر طبعا إلى الاقتصاد. التسهيلات الإدارية المطلوبة كفتح حسابات للمحافظات وإلى آخره، يعني حسابات للدوائر الصحية في المحافظات، تعبئة الأطباء ونظام الإجازات العسكرية وغير ذلك. ثم سندرس سيناريوهات الحالة،
قد مل حق اليوم، لكن بكرة بعد بكرة سنستمر في اجتماع متواصل. شنو ايش قد تستمر هالأزمة؟ عندنا تقديرات أو ما عندنا تقديرات؟ أنا أعتقد بدينا نضع تقديرات في هذه الأزمة، لأن توفرت عندنا مجموعة من المعلومات تسمح أن تخلينا تقديرات مدة قصيرة، متوسطة، طويلة، ايش نحتاج بيها، ايش نقدر أن نوفرها. ثم شنو تقديراتنا إذا كان هاي المدة ستستمر لهذه الفترة، لهذه المدد، شنو مواردنا؟ أيضا عندنا سيناريوهات، ايش قد سيكون أسعار النفط؟ 27 دولار، 40 دولار، 50 دولار، شو يوفر لنا هذا؟ شن نسد به الأولويات مالتنا شلون؟ إذا كانت الفترة قصيرة لمدة شهر أو لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، حتى نقدر نركز جهودنا ونعطي للأولويات استحقاقاتها. وكذلك النفقات، أي النفقات يجب تلبيتها أولاً؟ أي النفقات ممكن تأجيلها الآن حتى نقدر نواجه هذه المسائل؟ وتقدير أيضاً الاستعدادات اللوجستيكية، هل نحتاج مثلاً فتح مستشفيات؟ الآن أكو جهود حقيقة لفتح مستشفيات، الأجهزة ترد، يعني غداً تغادر طائرة تجلب أجهزة مهمة من الصين. أيضاً نشكر الصين ونشكر عدد كبير من البلدان اللي قدمونا مساعدات، الولايات المتحدة قدمت مساعدة، الكويت قدم مساعدة، دول كثيرة، الأردن قدم مساعدة على وضع الصعب، قدم مساعدة الأردن، كثير من الدول تقدم مساعدات، إيران قدمت مساعدات، كل هذه الدول اللي هي مبتلية ابتلاءات كبيرة، لكن مع ذلك تفكر بالدول الأخرى، ونحن أيضا نفكر بالآخرين. هذه أزمة عالمية كبيرة، للمرة الأولى في تاريخ البشرية تحصل مثل هذه الأزمة، وهذا هو وقت البشرية أن تتضامن سوية، لا عقوبات، لا مسائل انتقام الآن، لا قضايا سياسية تأخذ الأولوية، أو أهم شيء إنقاذ حياة الإنسان على الأرض، ونعتقد العراق يستطيع أن يساهم في هذه الأمور. على العكس، هناك مجالات لاستثمار الأزمة والخروج منها منتصرين والخروج منها ناجحين. نستطيع أن نفعل القطاعات الحقيقية، توطين الرواتب مثلاً، كثير من الإجراءات، الحكومة الإلكترونية الآن أصبحت ضرورة. الآن قد مجلس الوزراء يعقد اجتماعات القادمة عبر دائرة تلفزيونية مشتركة، هذه المسائل لم يكن فيها تفكير جدي، الآن كثير من التفكير بها جدي. تخفيض الاستيرادات، الاعتماد على الإنتاج الوطني، لأن الآن يعني مجبر أخاك لا بطل، الآن الاستيرادات هي واقفة أصلاً، وهذا يشجع كثير من الصناعات المحلية، من المنتجات المحلية، تعبئة الموارد المالية، عندنا كثير من الموارد المالية المعطلة، وهكذا إلى آخره. هذا هو هدف هذا الاجتماع، اجتماع جداً 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 مهم، ونتمنى من الجميع المشاركة الجادة وعدم الإطالة في الأمور، ما مطروح من جهة نعتبره طرح من قبل الجميع حتى نقدر نعالجه. شكراً جزيلاً على حسن الاستماع.